يمكن بقيت زيه، بقيت بحب أكتب الجوابات زي ما كان بيكتب هو جوابات لحبيبته من 100 سنة، وكأن الحكاية بتتعاد. الحكاية اللي أنا حكيتها لك من سنة كانت هي الحكاية اللي أنت طلبت تسمعيها أول يوم شفتك فيه. تقريبا كان ده اليوم الأهم في حياتي، اليوم اللي تحولت فيه من حارس لصاحب حكاية. قبل ما تيجي كنت بنحكي لنفسي وانا ببص على كل ركن في القصر، كنت بنحكي عشان ما انساش وما شفت السكان القصر ايه ده لما انت جيتي. قبلها كنت بتخيلهم بس. شعرك جميل يا نادرة، ناعم وحلو. تيجي نقرا جواب يوسف تاني؟ نقراها تاني. تقري انت ولا اقرا انا؟ زي ما تحبي. اسمع احلى. خديجه هانم، امي الحبيبه، مرت 5 سنوات. الجنون هنا في كل مكان، الحرب والموت والجنون يا امي. الناس تموت باعداد كبيره جدا، لا يوجد سبب حقيقي لكل هذا الموت. لو كنت اعلم انني ساتعلم الطب هنا من أجل أن أشاهد في النهاية هذا الكم من البشر يحتضر بين يدي لتعلمت أي علم آخر. لا تقلقي خديجة هانم، أنا بخير وها أنا ذا في طريقي إليك وإلى الأسكندرية. أنا تقريبا أراك في كل شيء. تصوري، عالجت سيدة إيطالية قبل عدة أيام وابتسمت لي في حنان، جعلني أراك في ابتسامتها. أشتاق إليك جدا. ليس للبحر خطوات حتى أعدها يا أمي لأعرف المسافة بيننا، لكنهم يسمون وحدة المسافة في البحر بالعقدة. أزهري معمم يرافقنا، يدعو كل يوم أن تنفك عقدتنا ونصل بالسلامة. سأصل خلال أيام بإذن الله إلى الميناء. أشتاق إلى حضنك يا أمي، فهو الوحيد القادر على شفاء روحي من الغربة وإعادة الحياة لنفسي. قبولاتي حتى أراك. ابنك يوسف. شاطرة يا نادرة، قريتي من غير ولا غلطة. ربايتك يا خديجة هاني، انت صاحبة الفضل. لا، تحت الشعر الحلو ده عقل ذكي هو صاحب الفضل. طب ليه البكا؟ طيب عدى وقت من ساعة الجواب، ويسا كل يوم يروح المينا ويوسف ما بيجيش. ما جالش معاد بالظبط، والغايب حجته معاه. يا رب يا نادرة، يا رب. اصل يوسف ده كل حاجه حلوه انا مستنيها في الدنيا، ولما يرجع ان شاء الله بالسلامه هيبقى جوزي نوار بيه. رجع من الموت وحبيبي رجع من الغربه، روحي رجعت لجسمي.
كانش في أصعب من إني أكون لوحدي، أنا والقصر، القصر اللي مليان بحكاياته، مليان بالحب، حب خديجة هانم لابنها اللي جاي بعد غربه، وحب نادرة اللي لسه جاي في الطريق، وحبي أنا اللي جاي في عينيكي. يا صباح الفل يا عم ياسة. يا ابني كنت هدوسك، بلاش تطلع فجأة زي العفريت كده. ما انت عارف حالي يا عم ياسة، محدش فضيله، في حاجات لازم نجيبه وطلبات كتير. طب امسك. ايه يا سالي، انت عارف انا شغال مع مين؟ اقبلها بقى مني وطمني. ندرة صعب ومش ممكن تخرج لوحده ابدا، وخديك عالم أصعب منه، ولو عرفت إن واحد زيك من بتوع الهنك والرنك والغنى والمسخرة وعاوز يشوف البنت اللي هو رباه هتسجنك. أرجع عيشتك يا علي وخد فلوسك. طلعت من ذمتي خلاص يا عم ياسة بقى، ما تكسفنيش. أنا مش عايز منك أي حاجة خالص غير إنك توصل لها الورقة دي وبس، وأني ونصيبي. انت فاكرني ايه؟ مرسال غرام؟ ترتور؟ انت كده بتغلط في ياسة. ده أني نبوس وراس ياسة. ها حبيبي يا عم ياسة، بس ترقف بحالي بقى. ياسة علي عيب، يبقى ساعتها شكلي انا ايه قدام البنت؟ أني بموت يا عم ياسة. تموتي ولا تتهرجي؟ بعيد عن وشي، أنا مش عايز أشوف وشك تاني. يلا روح يا عم ياسة. والله حرام اللي بيحصل ده. هات الزفت دي. خد يا حبيبي. اسكت، مش عايز ولا كلمة. اسمع، اقسم بالله إني ده ما فيهوش ولا قلة أدب ولا قلة حياة. والله العظيم ثلاثة يا عم ياسة. عظيم لما يحرق. سلام يا عم ياسة يا عسل. وزي ما كان علي بحر قلبه متعلق بندرة، كان في قلبي تاني متعلق بيه. هو ده حكم المحبة يا سلام. يا صاحي الصبر وهامني، وشقي كل روحي نهاني. يا صاحي الصبر وهامني، وشقي كل روحي نهاني. قولوا لي عزولي يا مظلمة، مت أنت بغيبك ألامة. عزولي يا ما انت بغيظك يا لما.
الثاني الصبر وها مني خالص يا سي علي. عايزه 5 قروش. حاضر عيني حاضر. هيك كتر خيرك سلام. ما تخليكي هنا يا بنت يا سعديه، الخواجه يحبك يا اسمر انت. لمي روحك، عايزه قروشك خديهم. والنبي حامش هلمه وروح لحاضر. نبعته معاكي بلطجي؟ احرس 10 جنيه. قلت لي الصبر ماله بقى يا سعالي؟ يا صاحي الصبر وها مني. مين دي؟ ملت على جنابك وانت مالك؟ وري منك يا راجل انت. الله، اصلها شكلها مش من الكرخانه يا اصداف. ايه؟ ما نسالوش؟ لا ما تسالش. اي انتيه ما تسالش عليها. على العموم اني واثقه من روحي. دي واحدة صاحبتي صعيدية اسمها سكينة وبميت راجل. بميت راجل؟ ما تلمي لسانك يا اصداف. هو انت راجل يا سي علي؟ انت باين عليك سكرتي. لا فايقة. وانت مش راجل يا علي يا بحر، انت سيد الرجالة. ولو في حد اتخلق علشانه كلمة سيد الرجالة يبقى سيدي علي بحر. لاني نبيع عمري علشانك ونشتروك. يبقى تكشيرة تحرك الموج. لولا الوعد وحكم الزمن أني زماني كنت سبت في بيتك من رب العين. لا كده حلو قوي. أني ما نعوزش غير المكتوب. خلي دول معاك يا سي علي، الدنيا ناشفه على كل اليومين دول. بالراحة عليا يا أصداف، أني مش هناخد فلوس عرقك. الدنيا لسه ما ادتناش ضهرها علشان ناخد فلوس جاية من شقاكي. ربنا يسامحك يا سي علي. الله ياخدك يا اصداف. طب الدنيا حرب يا سي علي، بدل ما تستلف من الغريب. يا بنت انا فنان، والفنان لا يجوع ولا يتعرى يا اصداف. الله، ماني فنان وبنتعرى عادي. ايوه كده الجميل يتبس. خلاص ماشي. ما بلاش منهم الانجليز دول يا اصداف. والجريك عادي، والطليان انا ماشي. استنى بس يا سي علي. اشمعنى الانجليز لا؟ عشان دول احتلال، ما تخليهوش احتلال من كله يا اصداف. يعني انا هنكون اجدع من السلطان حسين؟ ده اكل عيش يا بحر. خليهم ينفعوكي، قولي. يا علي كلمتهم واحده وفلوسهم حلوه، وابن البلد ملاوع وقبلها يحلف لك 100 يمين كده. خلاص وسيدي المرسي ماني مزعلاك، حاضر. الانجليز لا، نو انجلاند مان. ربنا يفك الكرب. حاجة بتغلى والناس على آخرها. ملعون أبوها البلوتيكا. إحنا مال أبوه؟ خواجات وهاجوا على بعض، إحنا مالنا؟ مالنا إزاي بس يا كامل أفندي؟ إيه اللي بتقوله ده؟ اسم الله عليك، راجل متسقف ومتنور، ويظهر باين عليك كده حافظ الكتاب كله. كتاب إيه يا شيخ زهار؟ كتاب الماحي في جميع النواحي. إيش فاهمك أنت في البلوتيكا يا قديم الفكر؟ الله، هو كل الأفندية حافظين كتاب الماحي ده كده صم عن ظهر كلب؟ يا كامل أفندي، طول ما أنت تابع تبقى مغروز وياهم في الحرب. والنبي بالراحة علينا يا شيخ زهار. شيخ زهار بل الندى طرطوري يتكلم براحته يا كامل أفندي. بل الندى طرطوري يا آلاتي يا نجس. طب ابقى شوف مين هيقول لك شعر غزل تاني لأجل ما تسجيله يا زجال يا طبال يا آلاتي. أني شاعر يا شيخ زهار؟ شاعر زي التونسي وبديع خيري وابن سناء الملك. والله ولا حصلت ابن سناء العلمة. فين الشاي يا ولد؟ انتوا عارفين مصر فيها كام راس؟ كام بهيمة يعني؟ يوه ما تعدش يا كامل افندي. لا كام راس بني ادم؟ احنا وصلنا 12,718,000. يا ستار، خلق ياما والرزاق موجود، عمره ما يخلق وينسى. اي والله يا وديع، صدقت وانت الالاتي الفلاتي. لبسك الحرير يا خلبان. كانت على راس نادرة، وقبل عيني ما تتشال من عليها كانت شايلة ومدياهولي. إلهي يبارك لك يا نادرة يا بنت زكريا. يوه، أنا ما أعرفش اسم المرحوم أمك. اللي عطاها يعطينا من واسع، بل اللي طلع السلالم غير اللي نزلها يا خلبان.
لسه جايب حاجات ياما ياما، حفلة كبيرة وضيف كبير قوي قوي باشا كده. ضيف مين يا عبيطة؟ ده الدكتور ابن خديجة هانم راجع من بلاد برة، له سنين غايب والحرب رجعته. يبقى عشان كده. حلوة دي، جايبها منين؟ ندرة اديتهاني. كل أسبوع يقولوا الدكتور جاي وما بيجيش، تلاقي مات في الحرب. طلعيها من بقك حلوة يا بت، عيب. طب وتروح فيها؟ أما ندرة دي كلبها زي البفتة البيضة، أنا هاخدها. ماشي. وكمان عندها حلق نفسي فيه قوي قوي. والله لو عرفت إنك عايزاه تخلعه من ودانها وتدهولك. تعملها بنت الأكابر، ندرة باشا بنت زكريا. انت في الريش انتفي. البريمو البريمو البريمو، اخي الورقه مين عايزها؟ اخي الورقه يا جدعان مين عايزها؟ بتاعتي ده اللي بنستنوها من الصبح. الزم مكانك حبه ورجع لك. قرش كمل يا فندي. قرش اما يلهفك، والمرسب والعباس لو نلاقوك قرش ما نطلعوك من جيب. قرش يا شيخ زهار. بل الندى طرطوري ها؟ بقى عاوزني نديلك ارساخ بحاله عشان تلعبه قمار؟ استغفر الله العظيم. طب ايه قولك يا كمل يا فندي لو تاخد مني الخاتم ده رهن وتجيب قرش؟ ولو اني مش مقتنع لكن امسك. عفارم عليك يا كامل افندي. هات الامل، هات البريمو. امسك وهتكسب وهنفكروه. هنكسبه وهنكسبه كتير كمان. ايوه هنكسبه كتير يا شيخ زهار. حرام يا وديع يا بساطي، قال يا نصيب قمار وميسر حرام. حرام ازاي يا شيخ زهار واسمه يا نصيب؟ واحنا لازم نامنه بالاسم والنصيب. ايه الهراء ده؟ طب بس بس بطل فتي واسكت احسن. انا مش بران يا شيخ زهار. انتش عرفك نيتي؟ مش يمكن لما نكسبه البريم ونعمله بخير كبير؟ وفقك الله لما يحب ويرضاه. بقولك يا كامل افندي اسمع، خد الارساخ بتاعك اهو وارجع الخاتم للالاتي الفلاتي. ارجع الخاتم؟ ما انت قلت حرام تدفع له. اي نعم. هقول يا شيخ زهر. اي نعم، اني قلت حرام ندفع لشراء اليانصيب، ولكن نفك رهنيه الالاتي حلال. ارجع الخاتم ولو اني مش مقتنع لكن امسك. عفارم عليك يا شيخ زهار. والمرسب والعباس لو نكسبوا البريمو ناكلوك اكل الكباب معتبره، ونمنجهوك اخر منجه، وانت كمان يا كمال افندي هناكلوك ونمنجهوك يا سيدي اما نشوف افلح ان صدق. اوريفوار يا شيخ زهار. بالسلام. لا مؤاخذه في السؤال يا شيخ زهار، هو وديع بساطي مسلم ولا مسيحي؟ ايه بأمانة يعني يا كامل أفندي، أني عمري ما سألنا روحي السؤال ده. معرفش إذا كان وديع مسلم ولا مسيحي، بس اللي أنا أعرفه كويس ومتأكد منه إنه ألاتي وفلاتي. بقول لك إيه، أنا اللي عندي قلته. زكريا عندك هناك، روح كلمه. أكلمه وأكلموش ليه؟ مالك يا نبغ؟ خير؟ انت عارف قلت كتير. وانا قلت لك صغير يا نبغ وكبرت، ولا انت مستكتر عليا؟ قول. طيب اشاور خديجة هانم. وخديجة هانم مالها؟ يا بنتك ولا بنتها؟ اني هتجوزها وهننزل تحت ومش اشاور حد. ما تزعجش، اتكلم بالراحة. أنا بقى كلامي كده؟ مش اول مرة تشوفني، مش كل ما اطلبها تدور على حج؟ ايه شايفني قليل ولا قليل؟ وانا ما عنديش بنات ليك يا نبوي، بنت ربايه تانيه. ياك صدقت ان بنتك هانم؟ طب ايه رايك؟ بنتك ما تلزمنيش. احسن، ارتحت وريحت. بعد من وشي. ماله النبوي؟ زكريا اداهم له. والله خسرته في ندرة باشا، لكن ازاي دلعت الهانم تاخد ابن بامب؟ لمي لسانك، هو اخويا صحيح
لكن حق ربنا نادرة قمر وبتفك الخط، واخويا لسانه اعمى وايده طرشه، ونادرة غيرنا. خليها لحد ما تجيها الفرة وتاخدها. مين هيتجوزها دي؟ اللي اجل منها ما ينفعهاش، واللي اعلى منها مش هيبصلها. البت دي ربيت الهانم ليها خازوق. كان ماله نبوي، والنبي ده كتير عليه. اوعي يا باي عليك يا باي. يسر امور سلمى يا رب يا رب. وفقت لقيتك قدامي، معرفش لحظتها كنت غرقان في اللي فات ولا في اللي لسه هيحصل. يا استاذه ممنوع. هو ايه اللي ممنوع؟ تصوير. انا صحافه. ممنوع برضه. طب مش هدفع فلوس وهصور على فكره. ولا هتدفعي فلوس ولا هتصوري. هو هيتهد امتى؟ قلت لك ممنوع التصوير. جاوبني طيب، في 17 قصره هيتهدوا، الخبر دلوقتي ده هيتهد امتى؟ لما تسمعيني نسمعك. بطلي تصوير. بطلنا هيتهد؟ ما نعرفش، روح اسالي الحي. انا بسالك انت اهو، وما دام واقف قدام القصر وتقول ممنوع ومش ممنوع يبقى اكيد عندك فكره هيتهد ولا لا. ما نعرفش، قلت لك روح اسالي الحي. انا اسال اللي انا عايزاه على فكره. مع نفسك بقى. مع نفسي. ولو صورتي صوره تانية هناخد منك الكاميرا. تاخد ايه؟ جرب كده. جرب انت كده. طب اهي. طب اهو. انت مجنون؟ انت مين انت عشان تاخد الكاميرا بتاعتي؟ انت عارف انا ممكن اعمل فيك ايه؟ ده انا اصغرك. يلا هات الكاميرا بقول لك. هحبسك، انت ما تعرفنيش. تصدق حسبنا الله ونعم الوكيل فيك. اه والله والله العظيم هصورك وانزلك على الفيسبوك واخليك لبنت هاري السوشيال ميديا. يخرب بيتك، انت هتمد ايدك عليا. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. كلمة زيادة وهنكسر الكاميرا بتاعتك، فاهمة ولا لا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، أقسم بالله لأفضل أتحاسب عليك كده لغاية ما ربنا ينتقم منك وأبلغ البوليس وأعمل لك محضر، بس برضه بعد ما أخلص حسب أنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، ما أنت مش عارف أنا جايبة الكاميرا دي إزاي؟ ولا عارف ممكن السمحة دي تعمل فيك إيه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. خد الكاميرا بتاعتك وامشي. معلش. لا ما هي شغلتنا دي مهنة المتاعب. بنقابل فيها كل الأشكال، المجنون والبلطجي. ثانية واحدة بس، تعالى هقول لك حاجة. تعالى. امسك. إيه ده؟ عشي عيالك بقى، هدخل أصور 10 دقايق وأخرج. أنا غلطان إني رجعت لك الكاميرا. خدي فلوسك والكاميرا وامشي قبل ما نعمل معاكي مشكلة بجد. أنت مستقل لهم ولا إيه؟ ده أنا مش معايا غيرهم والله. اللي أنت عملتيه ده اسمه قلة أدب. أنا مش غفير على القصر. انت بتعملني كده ليه؟ طلبت منك اصور بالذوق مرضتش وخدت الكاميرا. قلت العيشه صعبه والقرش يلين الحجر وانفعك واستنفع. ايه يا عم؟ بالراحه علينا يا عم. ايه؟ ما تقول لي انت مين بالادب وحكايته ايه؟ يمكن افيدك يا اخي. هتكسب ايه يعني اما ترفض من شغلي بسبب غشمك ده؟ هتكسب ايه؟ ده انا ابويا شقي وتعب لغايه ما خلاني بني ادمه. استغفر الله العظيم يا رب. ما تاخدش فلوس يا سيدي، ساعدني لوجه الله. بنته متغربه وبتكلمها كويس. ليه كده؟ طب خلاص تعالي خد صورتين وامشي. كلمتين بس، كلمتين والنبي ارجع بيهم الشغل. يا استاذ يوسف. مين حضرتك بقى يا استاذ يوسف؟ وايه كينونتك في القصر؟ كينونتي؟ بابا عايزه مكان مقفول. أرجوك عايزة مكان مقفول. تفضل. ألو. أيوة يا بابا. لا ما أنا قايلة لماما إن إحنا قاعدين في الجورنال عشان العدد الأسبوعي. لا ما تقلقش، أنا جنبك يا بابا خالص في الجورنال. آه ما بيني وبينك شارعين يا بابا في المهندسين يعني. هخلص وأجي على طول. لو عايزني اسيب الشغل واجي هاجي. ماشي يا بابا هكلمك. باي. بس حلوه الكتب اللي انت سارقها دي. سارقها؟ واضح ان انت مهتم بسرقه كتب التاريخ. ايه بهرج.
انت مش خلصت المكالمه؟ اتفضلي بره. سوري اسف. رايحه فين؟ همشي خلاص، واضح انك قافش على الدنيا ومفيش فايده، يتحرق الموضوع على القصر عليك انت شخصيا يا اخي، قفلتني. لو هتكتبي في الجورنال يبقى تكتبي الحقيقه وتقولي ان القصر ده مش هيتهد. برنس ومصحف، فاجئتني قبل ما امشي وايقظ بلحظه، التوقيت مهم برضو. انا مش بنهرج، ده شرط. موافقه. اتفضلي. طب انت تعرف بصفتك سكندري فين سيدي مرسى ابو العباس وسيدي بشري وسيدي ياقوت وسيدي ابن عطله؟ نعرف. ايوه. اشمعنى؟ نفسي ازور واقرا الفاتحه بعد ما نعمل حوار والنبي. اتفقنا. سيلفي مع القصر. معلش لزوم الانستجرام بقى. اتفضل. القصر ده اتبنى سنه 1907، هو اتسجل سنه 1918، لكن الحقيقه انه اتبنى سنه 1907. بناه نوار باشا الخديجه هاني، واتنقل للإقامة النهائية فيه سنة 1910، وبعدها بسنتين مات نوار باشا تقريبا سنة 1912. ابنهم بقى يوسف بيه نوار سافر يدرس طب بره ورجع مع نهاية الحرب سنة 1918. كان القصر كله مستني يوسف بيه بعد جوابه ما وصل، وعدت ليالي كتيرة واتأخر ميعاد وصوله. في حاجة؟ بتبصلي كده ليه؟ معجبة. أفندم؟ بس انت بتحكي الحكايه بطريقه عجيبه قوي، مش مجرد معلومات، بتحكي حكايه، وده بسطني جدا. كمل. اصلا انا حابب الحكايه قوي، لكن لو عايزه معلومات بس مش لا خالص، عايزك زي ما انت بتحكي كده بالظبط. كمل. يأست خديجه هاني وكانت فاكره ان المركب اللي راجع عليها يوسف بيجرى لها حاجه، وفضلت تعيط كتير وهي بتقرا الجواب تاني وتالت وعاشر، وكان جنبها نادر. جت عليا لحظة ما كنتش مصدق إن ربنا هيرجعني تاني. ربنا عارف إني مستنياك، مكانش هيكسر قلبي أبدا. الحمد لله على السلامة يا يوسف بيه. الله يسلمك يا عم ياسر. بالله على السلامة يا بيه. الله يسلمك. يا بامبا مش عايزه الحلاوه. كتر خيرك يا خديجه هاني. الحمد لله على السلامه يا بيه. الله يسلمك. على سلامتك يا حبيبي. الله يسلمك.